العقار اللي غادي تشوفوا معايا في هذا الفيديو فيه اول ميزه هي ان عنده جوج ديال الواجهات دو فاسيت، هذه الاولى. الثانيه هي بالنسبه للثمن ديالو فهو ثمن اللي جد جد منافس مع الشبيهات ليه من العقار، بما معنى اني نجيب لكم الشقه ديال اليوم ب 380000 درهم، كنهضروا على 38 مليون. ماشي غير هذا الشيء، نزيدكم هي انه كيتواجد في عماره اللي فيها عدد ديال السكان اللي صغير ولا عدد قليل، بما معنى ان عدد السكان ولا الاجمالي ديال السكان عندي في العماره فقط جوج في كل طابق، ومجموعوه عندنا جوج بريمير جوج في دوزيام وجوج بالنسبه للطبق الارضي، بما معناه سته. عندي هنايا المدخل ديالي باش نعرفوه في الصاله ديال العقار، المدخل اللي هو عباره عن باب خشبي، وهاد الشقه هادي راه مازال متوفره في الطابق الاول ومازال متوفره في الطابق الثاني. عاودة بالنسبة للثمن ديال الشقة اللي جا اليوم هو الثمن ديال 380000 درهم، هنا هنا كاين طواليت ودوش لافابو ديالهم هما هادو، شقة من فئة ديال السكن المتوسط. مكان كما قلت لكم راه فيها جوج ديال الواجهات، والواجهة الجنوبية بما معناه الواجهة اللي كتكون أغلبية الوقت مشمشة، هنا فيها صالون، فيها هذا الممر هذا اللي ممكن تحت عليها صاله مونجي في هذه البلاصه هذه. وتا الفينيسيون اللي كانت في هذا العقار فهي فينيسيون نقيه بزاف، فينيسيون اللي واضحه. علاش علاش كنقول فينيسيون اللي واضحه؟ لان كتشوف واحد الديتاي اللي متقون تبارك الله. عندي هنا الغرفه رقم واحد، حتى الخشب والالوان اللي تستعملات فكانت مميزه في هذا العقار. عندي هنا الغرفه رقم واحد دايرين فيها الديكورات هذا المجبس. اما بالنسبه للحي فين كتواجد بمدينه مكناس فهو حي البساتين، هذا الحي هذا فهو واحد من اعرق الاحياء بالمدينه، بما معنى ان المرافق كاملين كاينين، ولكن البلاصه اللي كانت تواجد فيها فهي بلاصه جديده ترونكيل، فيها احياء فيها شوارع اللي هي كبيره. وحتى بالنسبه مثلا الانسان كيسولني ديما كيسولني الناس كيقول لي طارق واش مثلا المدرسه اللي بغيت نقري ولادي كاينين، تيقول لي مثلا بغيت بنكا واش قريبه، بغيت مسجد نصلي قريب مثلا باش نتقدى، واش هذا الشيء كاين؟ نقدر ناكد لكم بان مثلا ترونسبور مواصلات بعيده تقريبا بواحد جوج ديال الدقائق على رجل. بالنسبه كذلك للسوق فهو سوق كبير على بعد تقريبا واحد حتى هو واحد جوج ديال الدقائق من هذا العقار. اما بالنسبه للمساجد والمدارس فهي متوفره الحمد لله على مقربه كذلك من العقار. كما شرحت لكم دابا عاد وقلت بان العقار ديال اليوم راه فيه جوج الواجهات، ها هما النوافذ، الواجهه كما قلنا الشرقيه والواجهه الجنوبيه، بما معناه الشمس عندي في العقار ديالي على طول النهار. واللي بغى يشوف هذا العقار اعزائي المشاهدين فانا راه الخدمه راه الاشاره ديالكم فما فيك في الاتصال او التواصل في الارقام اللي كتبين لكم المصحوبه في هذا الفيديو هذا. بقى لي اخر شيء غادي نوريه لكم الا وهو الغرفه او لا عفوا هو المطبخ. العقار ديالي اليوم راه فيه جوج ديال الغرف، صالون وحده الكوان اللي ممكن يكون فيه صاله مونجي، فيه مطبخ، وكما قلت جيب جوج ديال الواجهات. كما اكد لي صاحب هذا العقار بان الثمن غادي يكون قابل للتفاوض وقابل للنقاش. كنتمنى يعجبكم العرض اللي جبت لكم اليوم. بالنسبه للمطبخ ديالي راه فيه بلاصه ديال الماكينه ديال الصابون، فيه البلاصه ديال الثلاجه، وجيب كما قلت واحد الواجهه اللي هي زوينه، واحد الواجهه اللي قدامك، واحد الجريده صغيره. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هادشي اللي جبت لكم اليوم. كما قلت الثمن ديال 380000 درهم وقابله للتفاوض. بالنسبه للعقار راه جايب جوج الواجهات كيتواجد في اف بلوس 2، بما معناه دار اللي هي صغيره. دمتم في رعايه الله، ما تنساوش بالاعجاب وكذلك المشاركه للفيديو مع الاهل والاقارب والاحباب. كنقول لكم مع السلامه والى اللقاء في عروض مقبله ان شاء الله عما قريب مع طارق.